تهنئة لوصول لكأس العالم ونتمنى لكم التوفيق. أعتقد بأنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين، ولكن كما قلت وأقول ثانية بأننا بدفعة من الجماهير لم نتوقف على الإطلاق. نعلم أن المنتخب المصري سيلعب مباراة صعبة وقوية جدا، وعلى يومين سعى السنغال لضغط بقوة على الفريق المصري ومنع الكرة ومن أجل إحراز الهدف ومنع الفريق بقوة في الدفاع، ومن ثم كان من السهل أن نتحرك بكرة قدم سريعة، وهذا ما أردناه. في هذه اللحظة ما هو شعورك؟ ربما كنا أكثر حظا من المنتخب المصري في ضربات ركلات الترجيح. وصديقك محمد صلاح خسر لقبين الآن، بطولة أمم الإفريقية والآن التأهل إلى كأس العالم. كلمة إلى محمد صلاح. هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين، وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت عليه مرتين، ولكنني فخور جدا لأنه كان حلما يراودني، طالما كان يراودني الوصول إلى كأس العالم وحققنا هذا الحلم.